الو بلي بلي فندق شروق عيني عادل طلع بيت اخو منو ناديه زين قول لي عدنان يعرف بالمخابره اللي تخابريها انت ما طول ما يعرف ليش تخابرين يا بنتي سلمان تقول ماكو نادية ما أعرف هالنادية هاي واحدة من قرايبنا خليتها تخابر شكرا عيني شكرا مصطفى أنت ليش تلح صدقني أنا ما أعرفها ولا شايف تقولها يا بنتي وما تعرفها سلمان ما أعرفها عدنان يعرفها ذاك عدنان وروح يسأله كل هذا سويته بالولد وطلع تعرفوها للبنية صدقني مصطفى أنا كل علاقة إلي بالموضوع أنا أخاف الله سعد ليش ما خفتوا الله من كذبتوا على الولد وسويته مريض وعنده واهمة مصطفى ترى حتى أنت تعرف بي واهمة ويصفط حكي على بنات الناس أخويا قصر بجمع ذاك عدنان وروح اسأله أنا يا والتي تفضل اهلا اهلا عدنان اهلا 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 بيك اهلا تفضل استريح تفضل اشكرك استاذ الله بالخير الله بالخير استاذ وشكرا قل لي ايش تعرف عن منتهى عدنان أستاذ هذه اللي كانت ويا صبري هي هاي اللي كانت ويا صبري أستاذ يعني أنا ترى ما أعرف عنها شيء بس أنت مرة كلفتني قلت لي جيب لي الصور مالتها وياه وأني أتخطر يعني بوقتها جبت لك صورتي هاي وبعد هاي أستاذ هذه منتهى تعرف شيء عن شغلتك مال الادوات الاحتياطيه مال السيارات لا هذا يعني مستحيل بعدين لا تخاف بس اني اعرف ادري استاذ اسمع عدنان منتهى اخاف تندلك وتجيك ما اوصيك حكايه وحده ما تعرف عن موضوع ناديه ابد استاذ بعدين هاني نفسي يعني ما أعرف شيء عن نادي أستاذ فوزي أنت تعرف كل زين هاني ما أسوي شيء إذا مو أنت راضي عنه وتوصيني عليه بس أنت هم حاولت تعرف لما وصلت العادل حاولت تشوف هالنادي مو يستحيل أستاذ فوزي يستحيل هاني حكيت لك بوقتها حكيت لك وقلت لك هو لح علي قال لي لازم توصلني عليها وانا يوم وصلت استاذ فوزي انا كنت متصور هذه ناديه يعني هي ناديه خطيبتك بس بعدين من شفتها عرفتها مو هي على كل عدنان حتى هذا اللي وصيتك عليه ما لازم تعرف فيه منتهى ابد استاذ دير بالك زين ترى منتهى ذكيه حلوة أخاف تجر رجلك وتروح تحكي قدام حكاية غلط مستحيل أستاذ أنت شلون تقبل
هاي خلاص. شكرا استاذ. يا الله يا الله. أحلام. خمسة خمسة أربعة ستة. خمسة خمسة أربعة ستة. شو هذا مسجل هنا؟ خمسة خمسة أربعة ستة اثنين. خمسة خمسة أربعة ستة. الحبل؟ زين ليش ما كاتب فوزي؟ ليش كاتب الحبل؟ تليفون مال بيت فوزي. لا ليش كاتب الحبل؟ الحبل أنا أقول لك شغلتي شنو؟ أنا أصفق بيدي هالشكل وأقول افتح يا سمسم. شغلتي أكو عندي حبل كل ما أجره تنزل عليه الفلوس. هذه شغلتي. الحبل مساء الخير. اهلا منتهى. شلونك عادل؟ أنا زين بس أردحت شوياك في الموضوع إذا ممكن. تعرفين واحد من اللي يعرفهم صبري اسمه فوزي؟ هو أنا جايتك على موضوع فوزي. البنية اللي تدور عليها ما حد دازها غير فوزي. ما معقولة. لا لا يستحيل. فوزي؟ فوزي عبد الواحد. زين لويش دازها؟ منين يعرفها؟ أنا ما أعرف منين يعرفها، بس أنا أعرف لويش دازها على العقود مالت الأراضي. العقود؟ الأراضي؟ أراضي بالكذب. أراضي بالكذب كان يبيعها فوزي وجماعته للناس، لكن جماعته كلهم انسجنوا ما عدا هو طبعاً، لأن هو كان يعرف شلون ما ينطي لزمة عليه. والعقود؟ العقود؟ هي هاي اللزمة الوحيدة عادل. العقود اللي على الصبري هن العقود اللي عليهن التوقيع مالته. وش جابن على الصبري؟ لأن صبري واحد من الناس اللي تقشمروا واشترى قطعة أرض منهم، وبدل ما يودي العقود للمحكمة سواهن حبل يجره توقع عليه الفلوس. لكن إيمان نادية. نادية نادية نفس اللعبة مالتي. مثل ما دزوني أني على صبري دزوا نادية عليك. لا لا يستحيل. نادية غير شكل. لا غير شكل غير شكل. أي أني هم كنت غير شكل بالنسبة لصبري. وإنتي هم قلتي لي أحبك صبري؟ لا أني ما قلت لي أحبك، لأن أني فعلا كنت أحب صبري، وكان المفروض نتزوج لما ذاك اليوم المشؤوم اللي شفنا بيه مجيد. مجيد؟ مجيد عبد الودود؟ اي بلي مجيد صديق الصبري. يعني بالتمثيلية مالتكم هم كان مجيد. زين احكي لي شلون عرفتين مجيد؟
فد يوم كنت قاعده بالمكتب مال فوزي واجا مجيد يدين 500 دينار وشوفنا هناك وورا اسبوع واحد كنت انا وصبري قاعدين في مكان ودنسولف وباخر سعاده لما لمحت مجيد هو فايت خفت لاخر درجه خفت ليسالني على فوزي قدام صبري ويخلي يعرف بعلاقتي بي واحد من يشوف الله يساعدهم. هلا مجيد شلونك؟ اهلا مرحبا. اهلا. بصراحه صار يومين ادور عليك صبري وقبل شوي شفت جماعه قالوا لي انت هنا قاعد. خيرا تسمحوا لي شوي اقعد يومكم؟ لا 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 احكي وانت واقف مكان ما يكفي. احكي تفضل. ايش رايك؟ اولا انا مشتاق لك صبري. انت ما تشتاق لاحد مجيد. قول ايش رايد وفضني منتهى مو غريبه. بصراحه صبري يعني محتاج. احكي بصوت عالي قول لي ايش رايد وفضني ايش محتاج. بصراحه صبري محتاج يعني فد 500 دينار. عجيب. زمان مجيد يداين فلوس من صبري ابن جميله. تتذكر قبل ما كنت تركض ورا عادل وتقول له عادل ابن جميله؟ كنا صغار صبري وذاك زمن وراح. اخ مجيد من كنت تولي. انت مو قلت ذاك اليوم راح داين فلوس من فوزي؟ بصراحه مريت على فوزي قبل اسبوع. وللامانه والصراحه حتى الاخت هم شفتها هناك. منتهى؟ انت اكثر من مره قايل لي اني اروح يم هذا فوزي وانا كنت اريد امشي وبصراحه قلت يعني قلت بلكة تلقيك هناك. ايه وما نطاك مو؟ قال لي هسه ما عندي ومر علي بعد كم يوم. كان يضحك عليك طبعا. وكنت اعتقد القضية مرت بسلام لكن صبري كان ذكي وبليس ضمها بقلبه لما كمل الحكي ويا مجيد وصرفه وندار علي و... ايوه انت شلون دليتي مكتب فوزي؟ انت دليتني. اني شو وقت؟ قبل شهرين ثلاثة كنا انا وياك فايتين من هناك وقلت لي هذا مكتب فوزي. ايه ماذا اتذكر؟ وبدا يشك بي ويراقبني الا ان اعرف كل شيء وطردني. كل هاي على مود عقود ورق كتابه وتواقيع وانا كنت احس بنفسي عايش بحلم قصة حب بخيال ورق وكتابة وتواقيع. الو اهلا مصطفى. اهلا وسهلا. نعم أعرف مصطفى أعرف. كلهم كانوا يكذبون. سلمان وعدنان والكل. هسا عرفت كل شيء. القضية كلها عرفتها. بس أنت اسكت ولا تحكي أي شيء. مع السلامة. مسرحية حقيرة. بس دير بالك تظلم هالنادي اللي قدام عادل. جاهز تحب. وجهز بنية مسكينة ورطوها وياهم. لكن هي العقود وينها؟ إذا أنت ما لقيتها لعد وينها؟ نادية. قلت لك نادية مستحيل لقيتها. لأن أنا مدور أوراق صبري كلها. قبل ما أعرف النادية. وما كانت بيها عقود مالها راضي. لعد ماكو غير صبري منطيهن لأحد. لو ضامهن عند أحد. يعني عد من؟ أنت أعرف عادل. أنا ما أعرف أحد من جماعة صبري.
اني ما اعرف كل احد. انا كنت عايش برا هاي الدنيا منفي. لما حسيت نفسي عايش من صدق طلعت عايش بمسرحية ممثل، حتى الدور مالي هم ما أعرف شنو. هذا الموعد مال نادية، هسه تجي. أرجوك منتهى الطلعين، لأنه ما أتحمل أشوف ناديتين بمكان واحد. نادية؟ بلي نادية، شفتها وعرفتها. ما دام شفتها اسألها عادل، اسألها. اسألها؟ اسألها عن شنو؟ العقود؟ فوزي؟ الأراضي؟ أنا هذه كلها ما تهمني. الدنيا مالت العقود والأراضي ما تهمني. ما أعرفها، غريب عنها. أنا مرة واحدة بحياتي أريد أصير بها قوي، والأحلام السخيفة اللي عشت بها عمري كله أطردها هسه ومن هذا الباب وللأبد بشخص واحدة اسمها نادية، حتى أعيش من جديد. أنت إنسان طيب عادل. لا أنا مو طيب، أنا ضعيف. لساني أتذكر حكاية صبري من كنت صغير. عادل أنت مو ولد، ما عندك إيد، تعلم شلون تضرب. بس لازم تعرف لمن تضرب عادل، وما تعيد الغلطة اللي سواها وياي صبري. أني شوفها النادية زين وعرفها، اتأكد من عدها. فوزي فد واحد خبيث، وجايز نادية هم مثلك انت، ممثلة وتعيسة، واللي يضرب التعيس مو قوي عادل. القوي اللي جرب ضربته باللي اقوى من عنده، مو بالتعيس. أني مو نادي عادل، أني إيمان. أني أكره النادية وأرد أنساها. أني مو نادية. مرحبا عادل، شلون الصحة؟ ذاك اليوم المخرج مو خبرك على مود يشوف البروفا من المسرحية مالتك؟ شو ما اجيت؟ أنا فعلا متأسف. أنا أعرف السيئة ما شاغلتك، حتى أنا ما أقدر أشوفك الأيام. بس ما قلت لي عادل، ما عرفت القضية شنو؟ ما سألتها يعني ما عرفت هي إيش رايدة تأخذ منك؟ صورة من؟ رسالة من؟ بس سألتها ما عرفت؟ عادل، أشو ما تجاوب عادل؟ ما عرفت أقول لك؟ ما عرفت؟ لا كل شيء ما عرفت، ما أريد أعرف كل شيء. زين، بس أنت لازم أسوي لك مرة حتى أشوفك. صار مع السلامة. مساء الخير. هاي شنو عادل؟ هاي شلون قاعد هنا؟ البيت كله مخنوق.
ظلمة، حتى شباك لما فاتح. الشمس. جو مع الربيع، مو صح؟ الربيع مو بالجو نادي. ربيع وشتاء هنا بالنفس. واخيرا عادل، ما راح تنساها النادية. يا ريت، يا ريت لو اقدر انساها. بس شلون انت وياها مثل المراية والشخص؟ لازم تفرق بين المراية والشخص عادل، وتكسر واحدة منهم. الشخص والمراية. لازم تقرر عادل هسه وللأبد، لو نادية لو إيمان، اختار واحدة من عندنا. ما تقدر. وأحسن شيء ننسحب اثنيناتنا، نادية وإيمان. بس قبل هذا خلنا نقدم لك هدية عادل. نادية اللي تعرفت عليك، وإيمان اللي تحبك، هذا الشيء الوحيد الزين بتركته نادية، والشيء الوحيد اللي بقى لإيمان. إذا هذا راح انتظريني إيمان، بسأل بس ستها. مساء الخير. مساء الخير. أهلا. مساء النور. رجاء، وفاء موجودة؟ وفاء مع الأسف بطلت منها، راحت تشتغل بمعمل مال حلويات. يا معمل؟ ما أعرف بالضبط. زين، أقدر أشوفها بلا زحمة؟ هي ساكنة ويا موظفة هنا تشتغل، لا تحبين أدليش عليها؟ يا ريت. صار يومين يتصلون بي من المسرح حتى احضر بروبات المسرحيه وما بدي اروح. ليش؟ لانه انا دا اعيش الايمان وحده وبس. بس هم لازم تعيش لنفسك عادل وللدنيا. انت هم، انت هم لازم تعيشين هالشكل. طبعا تجيني على المسرح؟ لا، أنا ما يعجبني أروح لأي مكان. أنا هم ما أحب أي مكان أروح له إذا مو أنت بي. يعني لو أن في نفسي من الدنيا كلها لو تجين وياي. باكر. باسل. مرحبا إيمان. أهلا إيمان. شلون الصحة؟ شلونش إيمان؟ العفو، أخاف حشرت نفسي وصرت فضولي. لا لا أبد إيمان، تفضل. عفو، أقدم لك
عماد عبد العزيز، رسام وفنان. الأستاذ عادل إبراهيم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اسمح لي أستاذ، أقعد دقيقة واحدة أعاتب بها إيمان وأقوم. شلونك إيمان؟ شلون الصحة؟ أنت وين عايشة إيمان؟ بهالدنيا عماد. أبدا أنت ما عايشة بهالدنيا. إيمان، المعرض، معقولة تعوفين المعرض اللي كنت كاتلة نفسك عليه؟ عوفنا من المعرض هسه عماد. قولي باسمة شلونها؟ شو وقت تتزوجون؟ هاي راح تبقى على المعرض والمبيعات مالته. بصراحة أقول لك، ها، ولو أنا يعز علي أقدم لك بطاقة الدعوة للمعرض واسمك ماكو بيها، لكن هذا واجب. إيمان، ما عندك فد 4-5 لوحات تعرضيها ويانا بالمعرض؟ الأشياء الحلوة اللي كان ببالك ترسميها وينها؟ بعد ماكو أشياء حلوة ببالي عماد. اللوحات القديمة شققتهم كلهم. ما معقولة. أرجوك عماد، ده أقول لك أني بطلت. أني بعد مو رسامة. انسى أني رسامة، خلينا أصدقاء وبس. صاير شي إيمان؟ شكو؟ أرجوك عماد، ده أقول لك كافي. أنا آسف. مع السلامة. سميرة، أشو أمك تأخرت؟ مو خطية، دربها بعيد. منا وادي أنا أروح أسوق مكانها. حبيبتي وفاء، أنت يمين تتعبين هواية بشغلك. بابا أنا تعبي هنا ما يساوي نص التعب اللي كنت تعب ببيت ياسين المسعود. بعدين أنا هتعب هنا نفسي، يعني مو لغيري. سميرة، اكو فد منيه جاي علي، شفتها من السطح. اذا سالت وفاء هنا قولي لها مهنانة، قولي لها راحت، قولي لها طلعت، قولي لها عافت البيت. الله يخلي سميرة. زين زين. الله يخليك. مساء الخير. مساء النور. رجعنا. وفاء موجوده؟ منو حضرتك؟ انت ما تعرفيني بس هي تعرفني. زين، وفاء عافت البيت، راحت منا. يعني وين راحت؟ ما اعرف، عافت البيت وراحت. بس انا ادري بيها هناي. انا بس اريد احكي وياها حكايه. قلت لك مهنانه. زين، اشوفها مره ثانيه. مع السلامه. مع السلامه. وفاء، منو هاي؟ هاي منيه كنت اعرفها وهسه ما اريد اشوفها. انا اتذكر هاي اللي اجتي عليك للشركه، مو صحيح وفاء؟ بلي اجتي. وثاني يوم اللي اجتي بطلتي من الشركه وقعدتي هنا بالبيت. لا لا، ما الها علاقه. لا وفاء، الها علاقه. ايش عندك وياها؟ ليش خايفة منها؟ أنا ما خايفة من عندها. ولوش دا خاف من عندها؟ أنا ما خايفة من شي. ما خايفة ما خايفة ما خايفة. هلا فوزي. هلو هلو حلوم. هلو، ها شنو؟ أشو ماخذ السيارة العتيقة اليوم؟ شوية بيها نواقص، كلها اكملها واسلمها كاملة مكملة داود. تعرف هذا المصلح اللي اخذت لي هذيك المرة شو مسوي بيها؟ تالفها تلف وجمالها بقت عدة اسبوعين. لا لا، هي مضعضعة من الاول ترى. بالعكس، اشو على غفلة وخربت، عبالك واحد لعب بيها. المهم السيارة الجديدة شلونها؟ عشت ايدك عليها. تستاهلين اروع منها والله. اشكرك. أقول فوزي. نعم. بصراحة فوزي، أنا ما متعلمة أسوي شي بلا حسك،
ومثل ما انت قلت ذيك المره انت بنتي واختي، انا هم اقول انت ابويا واخويا. تسلمي لي حلومه، تسلمي لي. خيرا؟ بالنسبه لعادل، بصراحه فوزي انا اضطريت اشوفه واشتري هديه بمكان الهديه اللي انت شققتها. ارجوك فوزي، ارجوك فوزي لا ترفض، خليني اسوي شيء نفسي اني اسويه. طيب صار حلوم، هديه بمكان الكتاب اللي شققته وبس. مع السلامه. تهلم سمير يابا، الجبن المملح هواية مو زين علي، مو زين، ما يفيد. راح تخليني اشرب ماي منه للظهر. وجماله اليوم راح اسوي لنا تجريب. ست بدرية، ام سمير عدها نظرية كلش حلوة بتركيب التجريب، يعني أنا من هسه دا أتلمض. صباح الخير. أهلا نجاة. صباح النور. عادل إذا تسمح في الدقيقة. هاي. أقول لك، أنت داسب نية على وفاء البارحة؟ لا. طيب يعني تصور إيمان رايحة عليها؟ حسب ما أعرف لا، بس ليش؟ ما أدري، ظهر أكو فد وحدة ملاحقتها، واليوم من الصبح طالعة من بيت صديقتها، ولي حد الآن ما نعرف وين رايحة. اليوم سميرة خابرتني. ما أعرف. أنا خايفة، خايفة بس تكون راحت بيت ياسين المسعود. زين عادل، أشوفك بعدين، مع السلامة. مع السلامة. اسمع، دا اقول لك عادل، ترى انتو سويتوها فد مره، اذا عدكم شي اطلعوا برا، لا احنا انا قدامنا مواعيدكم وسواليفكم، احنا ناس مستورين ونستحي. ابو سمير رجال طيب، اب وصاحب عائله، واني مره محترمه ومن عائله طيبه ومعروفه، عيب. ست بدريه؟ ماكو بعد ست بدريه. واسمع دا اقول لك زين عادل، وخليها ببالك زين، ترى اني ماكو واحد هنا انا بالدائره إذا ما أعرف أصله وفصله ومن أمه مثلاً ومن أبوه، فاهم؟ مو جايب لنا شكولات شكولات هنا بالدائرة، على الأقل قول أكو مرة محترمة قاعدة هنا ويانا بالغرفة. نجاة. مرحبا وفاء. هاي جابش نجاة. جدا اشوفك. تسمحي لي؟ لو هم تخافي من فخرية؟ ارجوش نجاة، اوفيني. لا وفاء، ما راح اعوفك. جات أني، أني راح أضل عمري كله هنا بهذا المكان، بيت ياسين المسعود. فعوفيني أرجوك، اتركيني. الدنيا ما بيها هذا المكان وبس، الدنيا كبيرة بيها أماكن هواية، والآدمي هو اللي يعرف مكانه بيها.
هذا حكي نجاة، هذا حكي جربت هواية وما فات. أنا مسنجلة لهذا البيت، مسنجلة. حتى إذا كنت مسنجلة لازم تكسرين هذا الزنجيل. أنت شابة قوية وطيبة وتقدرين تكسري. بس وفاء، قبل كل شيء لازم تصفين حسابك. أنا دا أقول لك صفي حسابك وارتاحي، وبعدين هذا الثقل كله راح يروح من على قلبك. يلا وفاء امشي امشي وياي. يلا خير. اشو لافية علينا؟ ايش عندك هنا؟ اجيت اخذ وفاء وياي. وليش يما وفاء تايها ما عندها احد؟ كل من له وفاء تايها وما عندها احد. يلا يلا وفاء امشي وياي. لا نجات انا باقي هنا. أنا إذا أقول لك امشي وياي. لا 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 عجيب، مو دا تقول لك ما أمشي قوة خو مو قوة. ليش تطلعين حسي هاي بنت الأوادم؟ فوتي طلعي أحسن لك. فوتي ترى وداعت حيلي وعيني. إذا بقيتي لألم الطرف كله عليك، افتهمتي؟ بيها عليها جاية تاخذين بنتي مني. وفاء مو بنتك، بنت ونص. وتفضلي تفضلي راويني عرض شتافك. يلا اني امشي طلعي. يلا فوتي طلعي. خذي عليك وعيب، ما تستحين بضل علي غير الممثلات. وفيها امه وفيها امه وفاء. اش ولا كلمه، ترى اني اللي الم عليك الطرف كله واحكي لهم بكل شيء، على الفلوس، على ياسين المسعود، وأفضحكم فضيحة. ولك شلون؟ قلت لك ولا كلمة، ولا كلمة. كافي عاد، كافي. ودمرتوني، دمرتوها لحياتي. كافي، كافي. بعد ما أخاف، أبداً ما أخاف. نجات، أنا أجي وياك، أنا رايحة، رايحة. وفاء، امشي معي وحدك وفاء. شجاه الناس، شجاه الناس، أمشي معي ويا الناس. شجاه الناس، شجاه الناس، شجاه الناس، أمشي معي ويا الناس. شجاه الناس. انتي صرتي مشكلتي المحبة والخلاص، انتي عذابي وحيرتي وصمتي. انتي صرتي مشكلتي المحبة والخلاص، انتي عذابي وحيرتي وصمتي. يبعدوني يضيعوني، يبعدوني يضيعوني.